ادي يوسف علاء واحد من افراد جيل الدريم تيم للنادي الاهلي. يوسف يلعبها صبحي اتلعبت يشيلها يعلقها جميله يا ولد يا ولد. جول 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 جوه جول. هدف اول للنادي الاهلي. عملوها 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 وخلصوها والهدف الاول للنادي الاهلي. قلت لحضراتكم نادى وقال غنى وكتب الموال عادل عبد الرحمن وقالها من هنا رقم ثلاثه الركله الركنيه رقم ثلاثه حدوته كبيره بيعملها فريق النادي الاهلي هذا الموسم الركلات الركنيه. القلب الاسد قلب الاسد محمد عبد المنعم ارجع وهات الحكايه والروايه يا استاذنا ارجع وهات الحكايه يا مخرج اللقاء هات لي محمد عبد المنعم وهات لي الهمسه واللمسه هات لي الهمسه واللمسه وادي الركله الركنيه وادي الجنرال عادل عبد الرحمن. قلت لحضراتكم سرق الدنيا كلها والركله الركنيه رقم ثلاثه اتشالت واتحطت وجوه الشباك غردت هدف ثالث يا ولد يا ولد يا ولد يا محمد يا عبد المنعم محمد عبد المنعم. لكن شوف مس النادي الاهلي شوف يوسف علاء شلها ازاي يا ولد يا ولد يا ولد على الجمال يا ولد يا ولد على الحلاوه يا ولد يا ولد على واحد من اجمل واروع الاهداف للنادي الاهلي.